بسبب هادوك الشطاحات ديال التيك توك، وبسبب هادوك اللي كيتعراو في التيك توك، وبسبب هادوك البنات اللي كيديروا مشاهد إيحائية اللي هي شوية خايبة في التيك توك، ولا شي عير. هاد اللوجين جمع كل شيء، جمع حب وشمل. اش كاين تما؟ مؤخرا خرج واحد تيك توكر اللي هو كيدير تيك توك من السعودية، وخرج كيهاجم في المرأة المغربية، قال لكم باللي المرأة المغربية هي اللي كتشطح في التيك توك، هي اللي بزاف الحوايج. لا خويا، هادو مجرد الزبل اللي كاين. خويا المرأة المغربية شريفة وعفيفة، المرأة المغربية هي المرأة الوحيدة اللي كتكون مع راجلها حتى الاخر، المرأة المغربية هي المرأة الوحيدة في العالم اللي كتبقى هازة ولادها بسنانها رغم الظروف اللي كتعيشها، المرأة المغربية هي اللي كتبقى تابعة ولدها وتبقى واقفة معاه، تيوقف على رجليه واخا يولد 5 الاولاد، كيبقى يبان ليها دري صغيور. المرأة المغربية هي المرأة المقاومة، المرأة المغربية هي المرأة اللي وقفات في وجه نقدروا نسميوه الاحتلال والحماية، سميه كيف ما بغيتي. المرأة المغربية مش هي اللي كتشوف في التيك توك، هذيك اللي في التيك توك حتى هي مغربية، ولكن هذيك فاسدة وما كتمثلش الوجه والصورة ديال المرأة المغربية. إياك عندك تغلط في المرأة المغربية، راه ماشي كيف ما كيبان لك، راه هذاك الشيء بغاو يوريوه لك باش يشوفوا الصورة ديال المغربية، ولكن لا، غلط. المرأة المغربية عندها قيمة، المرأة المغربية محافظة، المرأة المغربية شريفة، المرأة المغربية أشرف من الشرف. فهذه اللي كتشوف في التيك توك السي أبو لوجين هي مجرد حوتالة، مجرد رخيصة، مجرد لقيطة، ولا تمثل المرأة المغربية. من ترقص في التيك توك وتظهر المفاسد وترقص مع زوجها، أولئك مجرد جراثيم، مجرد حشرات، مجرد حوتالة. فنحن لا نعترف بأن تلك مغربية، ولا تشرفنا، ولا تمثل المرأة المغربية. المرأة المغربية هي صاحبة الحشمة، صاحبة الاحترام، صاحبة العفة، صاحبة العمل. عندنا مرأة مغربية تتخدم، تتنوض مع 6 الصباح كتخدم، ما كتشطحش في التيك توك. عندنا عيالات ناجحين في المغرب وخارج المغرب ولكن ما كيشطحوش في التيك توك. عندنا عيالات كيبانوا في التيك توك ولكن ما كيشطحوش، حيت لك كانت كتبان غير ما تكونش كتشطح وما كتسيئش الكرامة ديالها والوالديها. هذيك اللي كتشطح في التيك توك هي امرأة ما عندهاش أصول، لقيطة. لقيطة اللي كتشطح في تيك توك هي واحد المرأة اللي هي زبالة، زبالة، ماشي بنت الناس وماشي بنت فاميليا وماشي بنت عائلة، وليس لها أب، تكون أمها واحدة وأبوها أكثر من 10. أما المرأة المغربية فهي العفة، الشرف، المقاومة، العمل، الأمومة. فليست كل أنثى أم، وليست كل امرأة مغربية، ليست كل امرأة ترقص في التيك توك تمثل المرأة المغربية، لا، حاشا ولله. فلم نعلم في أي عصر من العصور أو حتى في عصرنا هذا أن هناك امرأة مغربية لديها أب ولديها أم ولديها والدين حقيقيين وليست لقيطة أنها ترقص في التيك توك. فالمرأة العفيفة لا ترقص في التيك توك، فالمرأة الشريفة لا ترقص في التيك توك. واش يمكن لها تبان في التيك توك؟ ممكن تبان في التيك توك، فيسبوك، يوتيوب، كاينين استاذات كيدرسوا في التيك توك، كاينين الناس كيديروا كيبيعوا دي برودوي عيالات ومستورات، كاينين بزاف. يعني راه ماشي التيك توك هو واحد الموقع اباعي، ولكن هناك بعض المدلولات، الشرموطات، سميها كما بغيتي، طوارئ الزبل، انهم يفعلون اشياء من اجل المال، من اجل المال، وهم بهذه الافعال يسيئون الى المرأة المغربية، وهذا ما جعلك انت يا ابو لجين ان تسب المرأة المغربية. اياك وان تغلط، اياك وان تسيء الى المرأة المغربية، فهي شيء مقدس بالنسبة لنا في المغرب. رد بالك يا ابو لجين، سيأتيك العقاب من عند الله عز وجل بسبب هذه الكلمات المشينة التي اسأت بها الى المرأة المغربية، وقد قمت بالاساءة الى جميع النساء في المغرب، وهذا خطأ وستحاسب عليه. مهما أعطاك أي شخص أو أي جهة من المال لكي تهاجم المرأة المغربية، فكن أكيد أن ذلك المال سيذهب، ولكن مع الله لن نسامحك، سنقف إن شاء الله عند الله ونحاسبك على كل كلمة أسأت فيها إلى أخواتنا
ونساء المغرب. ستنال جزاءك بإذن الله عز وجل، وإن شاء الله اللهم اجعلك من أهل جهنم على هذه الكلمات المشينة التي أساس بها إلى المرأة المغربية. المرأة المغربية هي الشرف.